أصدقائي، اليوم سأعرفكم على لوحات للرسامين الذين رسموا عائلة أو عدة أشخاص معا، وهناك أسماؤهم وسنوات ميلادهم ووفاتهم مكتوبة في جانب اللوحات أو أسفلها، فلاحظوها وألقوا عليها نظرة. هذا عمل ديكو فلاسكيس. في تلك الفترة كانوا يرسمون معظم البورتريهات الجماعية كأنهم يلتقطون لحظة مشهد متحرك حقيقي. يبدو أنه رسم الشخصيات متحركة كما هي، أليس كذلك؟ الطفلة الواقفة مثل البطلة في الوسط هي أميرة إسبانيا الصغيرة، وهناك خدام حولها. يقال إن الأميرة زارت ورشة الرجل الواقف على اليسار حاملا فرشاة بيده. في الحقيقة هذا هو الرجل الذي رسم هذه اللوحة. هذه لوحة جون سينجر سارجنت لأربع بنات من عائلة. يقال إنه تأثر بشكل كبير بعمل فلاسكيس الذي عرضته عليكم للتو. قال أحدهم إن أشكال هؤلاء الفتيات الأربعة تبدو كأنها مراحل نمو الطفلة، التباين بين الظلمة في الخلف والنور في المقدمة. مذهل. يبدو كأنه العمل يتلاقى مع نظرات الجمهور، ربما بسبب تلك النظرات التي تتجه إلى المقدمة. هذا العمل هو بورتري عائلة، رسمه يوهان زوفاني. تظهر الشخصيات المرسومة الحياة اليومية للأسرة، ويبدو منظرهم مريحا حيث يسترخون بارتياح تحت ظل شجرة كبيرة مع الطبيعة في الخلفية الهادئة. إذا ألقينا نظرة عن الكتب يمكننا أن نرى أن كل شخص في وضعية مختلفة، وكلهم يحدقون في أماكن مختلفة، كما يبدو الصبي على اليسار وهو يطير طائرة ورقية مستمتعا حقا. هذا العمل هو بورتري عائلة، رسمه جون سينجلتون كوبلي. الرجل الواقف على اليسار هو الرسام الذي رسم هذا العمل، والزوجة التي بجانبه قد توفيت قبل رسم العمل ولم تكن موجودة، لكنه استدعى الزوجة في ذاكرته ورسمها وكأنها بجانبه. على الرغم من أنه كان قد تألم من فقدان أحد أفراد العائلة التي يحبها، إلا أنه من المؤثر أنه كان قادرا على التقاط حب العائلة والحفاظ عليه في هذا العمل هكذا. وهذا عمل رامبرانت. يقال إنه رسم ميليشيا تقوم بدوريات ليلية، لكن هذا ليس مؤكدا عليه. في هذا العمل أيضا يمكننا أن نرى أسلوبه الخاص به في التعبير عن الضوء الجميل في وسط الظلام العميق. والمرأة القصيرة التي هي في الوسط تحت الضوء هي زوجة رامبرانت. سمعت أنه حدثت له مأساة عندما رسم هذه اللوحة، فزوجته وأطفاله الثلاثة ماتوا. ربما لهذا السبب يبدو أنه عمل مدفون فيه مشاعر الحزينة للرسام. هل استمتعتم بالنظر إلى اللوحات؟ لقد وجدت هذه الصورة أثناء تصفح ألبومات صور طفولتي. الطفلة التي ترقص في الوسط هي أنا. الحركة الديناميكية وتعبير الوجه مثيران للاهتمام، وتتنوع وضعيات أفراد الأسرة المحيطين وحتى الخلفية الرائعة. لذا أردت رسم هذه الصورة، فلنبدأ من الآن. نعم، قد أكملت الرسم التخطيطي هكذا مسبقا. أولا نرسم على الخطوط مرة أخرى بالقلم الأسود الرفيع
باستثناء الخلفية. ثم سنلون الشخصيات والأشياء بأقلام الألوان. خلفية فنلونها بالألوان المائية.
هكذا بهذه الطريقة في البداية نلون بشكل عام وخفيف، وعندما يجف الطلاء كليا يمكننا إضافة لمسات قصيرة بلون أغمق. ومرة أخرى عندما يجف الطلاء نرسم جزء الظل بلون أغمق بدون ماء. سننتهي من الرسم بتوصيف الخلفية أكثر قليلاً بأقلام الألوان. نعم، قد اكتمل كل شيء. أنتم أيضاً يا أصدقائي، أخرجوا صور عائلتكم وأرسموها بينما تسترجعون الذكريات الجميلة. إذن أراكم في المحاضرة القادمة.